بعد أن أنهى مسيرته الإفريقية بنجاح وحجز مقعده في ثمن نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب كابو سكور بالأنغولي، يأمل الزمالك في استرداد ما فاته في المجموعة الثانية لمسابقة الدوري المصري عندما يستضيف فريق تليفونات بني سويف على ملعب القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة للمسابقة العريقة. يدخل أبناء القلعة البيضاء هذا اللقاء وفي رصيدهم 14 نقطة وضعتهم في المركز الخامس في ترتيب هذه المجموعة بعد أن خاضوا 8 مواجهات، فازوا في نصفها وتعادلوا في لقاءين وخسروا في مثلهما، وسجل هجوم الفريق 11 هدفا، 4 منهم للمهاجم أحمد علي، وتلقت شباك حارسيه محمود جنش وعبد الواحد السيد 6 أهداف. أما تليفونات بني سويف الذي يخوض موسمه الرابع في دوري الكبار فيقبع في المركز العاشر وقبل الأخير برصيد 8 نقاط من 9 مواجهات، فاز في 1 وتعادل في 5 وخسر 3، وسجل لاعب الفريق 7 أهداف، 3 منها للمهاجم وائل فراج، وتلقت شباك الفريق 11 هدفا. تاريخيا سبق للفريقين أن لعب لقاء وحيد في مسابقة الدوري في الجولة العاشرة لموسم 2011-2012 وفاز الزمالك بهدفين نظيفين على ملعب عثمان أحمد عثمان، سجلهما حسين حمدي لاعب المقاصة الحالي وأحمد حسام ميدو المدير الفني الحالي للزمالك.